صوته يسبقه يميزه عمن سواه من العربات. علاقة وثقها الزمن وتفرج على سيرتها وألقها التليد. بين العم عثمان عويضة وهذا اللوري ارتباط يلمح منه زمن جميل ترك بصمته على وجه العم عثمان، وبسمته خير معين يجابه به الصعاب ونوائب قد يلاقيها في أسفاره ورحلاته. عمنا عثمان كان سواق المهندس في الخرطوم واحد من زمن حسين موسى، سواق الليلة كل السواريك استشيروه في الشيء الحاصل وفي الشيء تعطل في العربية وفي كل المجتمعات في السيارة يستشيروا عم عثمان، يعني سواق قديم وسواق له مكانة من المكانات القديمة وسواق غدير، يعني يمكن مما تعلم السواق لحد الآن ما عمل حادث. اللوري لا يهمه سفح ولا رمل ولا طين ولا أرض بلقى ما دام سائقه العم عويضة، تأكيد يتواصل بخبرة العم عثمان في ميدان القيادة. العم عثمان ده سواق قديم، سواق لمن العريضة ماشي زاد تكون يعني يستشيروه لو حصلت حاجة هو بيعرف لك وين العريضة حصل فيها كده قبل ينزل من الملعب زاد وين العريضة سجل بوكسي عارف فيها حاجة بيعرف لك قبل ينزل عليها، يعني سواق من يعني احنا ما لازم نزلنا سواق. 30 سنة وثنائية ممتدة بين اللوري والعم عثمان، صفحات من تجارب وحكايات نضيرة الحواشي. يحكي العم عثمان مغامراته وقصصه وما يلاقيه من مواقف. أول لوري سقت فوق من الحجاج بيقولوا له أكرد، أكرد ده فرملت لستك واحد وما للعلبة مسامير، محل ما دوت صرملة بيقطع مسامير الشيالة قدام يا زول، ها رجل معانا واحد كده واحدة مسلط، المهم الشيالة قدر ما دوت صرملة تقطع مسامير الشيالة قدام، نظر فوق راسه كده قال له بقحة الملقط من عقاب الروم، من وقعت رقبتك حلنا الغيوم، قلت له الغيوم يحلني ويحلك باكر حرم ما بسوقه. اها مشيت اخذت لي فوردي 46 برضه برماد القروش، لكن الزمن طال ما بتاكد من سعره، دردقت ابو كده وطقيته بيته. ثاني اخذت السفنجه ب 500 جنيه دي الحمد لله. كثيرة هي الأعمال التي قام بإنجازها العم عثمان بصحبة اللوري، وخدمات تتعدد وتتباين في تواصل الناس من خلال المد الاجتماعي والدعم الاقتصادي. امتداد صفحات الأيام أثبتت مقدرة العم عثمان على الدقة وفهم دقائق مهنته كسائق للوري. يفتح اللوري فمه لا ليلتهم العم عويضة، فما بينهم لا تبليه السنون ولا الأعوام، إنما ليتأكد العم عويضة من جاهزية الماكينة وبقية الملحقات واستعدادا لمشوار قد يأتي قريبا. يأبى اللوري أن يسد فمه إلا بعد أن تجود يدا العم عثمان عليه بأن الأمور تسير على خير حال. يسمي العم عثمان اللوري بالظهرية نسبة للونه الأزرق، ويقول في الظهرية هذا الدوبيت. الظهرية دي الصديق وفي الظلمونة قالوا لي كل شيء مضبوط وخد لك وقفة بجوار الطرمب فوق، اكتب لي الايصال يا طه داير اقوم طه ده كوبسنج، اكتب لي الايصال يا طه داير اقوم من جوا الجضارف وعاني للخرطوم،
يا الظهرية الصيقة الصري لي مجاله دنكوت حلتهم خنجر تعالش ماله ذاك العدد وطناطة جبال وإحنا تعبنا للضرب القلب نبال لفت في جبل ظهر قهاوي العيد ومن 60 إلى 90 حصل الكيلومتر يا الظهرية حديد جاي من بريطانيا بقدرة الإله لكن أرض مدانية لكن نيل ذاك والدصول ساعة عاملة تماين أنا يا الليلة ما بحمل فراغ ونسانية دبت أسد جات ماشي فيها رفيق ها عربية سر شافوا دايرة الطير قالت لي يا سيدي الكلام ده محال ما تحاسبني ما تشوف فيا كم شوال كثيرا ما يترنم العم عثمان بأبيات من الدوبيت حيث الأنس وحلاوة السمر وروعة الاجتماع مع الزملاء واللون شخصة تنظر ولور العم عثمان يرمقه في جلسته مهابة لها وزنها ومكانتها لهذا اللوري بساطة ترى على محي العم عثمان العم عثمان سائق اللوري قيادة أساسها الدراية أهم حاجة المهلة الواحد فلا يسرع فأن الموت أسرع الواحد يمشي عليه مهلته في التهنو السلامة في العجل الندامة والواحد يعمل حسابه ويتفقد محركات عربيته واحد ما يقوم جاري سايب ما قالوا له قوم كرب نقر وقعد عندنا واحد ساق واحد من هنا سواه قال له يا اخي رح رح سوق لي العربيه وتسافر بها الصباح لما قام ادى مفتاح العربيه وسيد العربيه بعي له ساي يلا زولك من ماده المفتاح طلع فيها كرب نقرة سيد العربيه قال له قيفه 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 لا شفت مويته ولا شفت زيته يمكن عندي عدو جفك الضبه بتاعت الزيت ما تكون ما فيها زيت قدامي ما تفقدتها لما تفوت تاني تسوي شنو ريادة جلتها الأيام حرفة لها رونق بهي القسمات وإرث مدنف الجوانب طلاقة الوجه إطلالة الوضاءة بسمته رفيقة له ومتوافقة لتفاؤل وحسن رجاء لخيرات تأتي نابعة من الفراغ.